هاد السيدات داخلين في اطار السيدات اللي غيدخلوا ان شاء الله في المنافسات اللي غتكون دوليه ان شاء الله الشهر المقبل. ويلا الا نوجدوا لهم، راك عارف ابخي كورونا ابخي با مال دو شوز، يعني راه لا ريكوب ديجا كانت صعيبه شويه. يلا الدراري يشطوا لا فورم ديالهم شويه بكري ويلا يوجدوا راسهم لي تورنوا انترناسيونال. وابخي اون سي بيان كو ديسي جوان ان شاء الله جويه غتكون الجو اولمبيك في طوكيو 2021. ديكور لا ما نديروا الوقت قدامنا ولا نديروه مورانا. هنا عندي شي عناصر، عندي عناصر اللي مشكلين المنتخب الوطني ديال للاشخاص المعاقين ذو احتياجات خاصه في رياضه كره المضرب على الكراسي. السيدات الحمد لله غاده مزيانه، غاده على حساب المنافسات ان شاء الله اللي غادي تكون. وكنتمنوا ان الامور تبقى غاده مزيانه ويدوز داك الشيء على خير، ماشي بحال العام اللي فات. راك عارف مع جائحه كورونا كانت توقف كل شيء، كان لاغي واحد ديال سي موا ولا هادي اللي كانت لا ريكوب ديالنا كانت صعيبه شويه. راك عارف الدراري ملي كيوقفوا من لونترينمون هادي كيتزاد شويه البوا، ولا ريكوب اللي كانت شويه قاصحه باش يردوا الدراري الفورما. الحمد لله كنتمنوا ان الظروف تبقى غاده على ما هي اللي غاده عليها دابا ويرفع علينا ان شاء الله هذا الوباء. استعدادات ان شاء الله كنوجدوا لواحد شي العاب عندنا ان شاء الله على كتاب، ومشينا لهم في تركيا ان شاء الله في الاخر ديال شهر 3 غنوجدوا ان شاء الله باش نتاهلوا انا وجميع الاخوان الاولمبيات ان شاء الله لهم وكتاب. مع الجائحه هذه ديال كورونا بزاف التورنوات انيلا وما بقاوش اللي خلونا قال البرنامج اللي كان في الدماغ ديالنا وفي الميموار ديالنا كله تانيلا. بدينا احنا بالكروسه ديال الحديد، ماشي خلطنا وجينا ركبنا على هذه ماشي ساهله باش غتجي تخلط وتركب عليها. من صعيبه هي شويه كتقلب دغيا وغاليه ماشي رخيصه باش غادي تاخذها مليون ولا بجوج باش تاخذها. ماشي الكروسه ديال الحديد كتقدر تاخذها من الجمعيه باش يلا تحسن المستوى ديالك، كتولي كتلقى خاصك تقلب على محسن. بالنسبه للراكطه مزيانه، بالنسبه للكروسه مزيانه، بالنسبه للجلسه خاصك تكون كل شيء عندك يكون مزيان باش تحسن المستوى ديالك. البطوله ديال المغرب كنت انا والصديق ديالي سعيد كنا في الوداد ديال نادي الوداد الرياضي ديال المعاقين من 2008 وانا معاهم حتى 2018. كل بطوله كل القاب بطوله وكاس العرش. وهاد العام ان شاء الله جات مع كورونا انتقلت للمنظمه ادماج دينا شي القاب، وجات مع الجائحه هذه اللي خلاتنا ما بقينا باقي ما لعبنا لا بطوله لا كاس العرش هاد العامين هذه.